تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على رأس وفد مصري في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية. هذا والتقت الدكتورة مايا مرسي على هامش الفعاليات مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث استعرضت خلال اللقاء جهود مصر لتمكين المرأة، مؤكدة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة. الدكتورة نسرين، برحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نسرين، يعني في البداية دعينا نوضح للسادة المشاهدين ما الذي تعنيه مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. تعني أن مصر على الخريطة الدولية، وأن الملف تمكين المرأة في مصر يحظى باهتمام دولي، وأنه قد حقق خطوات واسعة بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، وأن جميع الحقوق الدستورية تم ترجمتها لقوانين واستراتيجيات وبرامج قابلة للتنفيذ. الحقيقة أن مصر كانت من أوائل الدول أو الدولة الأولى في العالم اللي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في 2030، وده اللي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية عام 2017. والحقيقة هذه الاستراتيجية بتتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وبتعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ البرامج والأنشطة كافة والخاصة بتمكين المرأة. والحقيقة ده بيحتوي أيضا على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة. دعينا نتحدث أكثر عن الجهود المبذولة من الدولة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وفي إطار المساواة بين الجنسين. خليني أقول لحضرتك إن إحنا لما أطلقت استراتيجية تمكين المرأة كانت على أربع محاور. محاور: المحور التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية والتشريعات. والحقيقة كان التشريعات والثقافة محاور متقاطعة مع جميع مع الأربع محاور. يمكن حضرتك أنا هتكلم على وصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة، وكنا نحتفل منذ أيام بوصول المرأة لهذا المكان، وإن كان مجال الحقيقة قعدنا سنوات طوال ما يقرب من 8 عقود للكفاح لدخول المرأة في هذه الأماكن، وده الحقيقة ترجمة لنصوص الدستور اللي قادت بأن هي لابد من أن تتولى المرأة يعني المراكز القيادية وأن تتولى جميع المناصب القضائية، وده كان الحقيقة نوع من الكفاح والجهاد توج خلال يعني الأيام السابقة بدخول المرأة مجلس الدولة. يمكن وصول المرأة للمناصب الوزارية بأعلى نسبة وصلت ل 25%، وصول للنائبات، ووصول يعني وكيلة مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ. الحقيقة يعني كل دي إنجازات تحسب للمرأة المصرية، وده بفضل دعم وإرادة سياسية، علاوة بقى على التمكين الاقتصادي ومشروعات أخرى داعمة للمرأة بكل فئاتها وكل شرائحها الاجتماعية، سواء كان مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. مشروعات كثيرة تدعم المرأة في مجال أيضا المشروعات الصغيرة ومجال ريادة الأعمال. إذن خطوات الدولة المصرية في إطار تمكين المرأة بشكل خاص هي خطوات مضيئة ومحفزة ويعني ملهمة للمزيد من الخطوات. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة. بنتوجه لحضرتك بجزيل الشكر.